اليوم بمناسبة الذكرى الغالية ديال 20 غشت تم اعطينا انطلاق ديال هاد الجمالية بالقرب اللي تم انجازه من طرف مالية ديال الجماعة وانجاز من طرف الشركة ديال التنمية المحلية نواصل التنمية. هاد المشروع اللي تأخر الوجود ديالو ولكن من 2019 حنا مبرمجين ليه الفلوس ديالو بعد المشاكل ديال العقار، ولكن الحمد لله تدخل السيد العام العام للوكالة حولنا العقار، لأن كان العقار يكون داخل في واحد المساحة ديال النكتار، ولكن دابا الحمد لله هو تنجز، لأن خاص كاين هاد المرفق اللي الساكنة ديال الكاران النصر كما كيقولوا كان عندهم خصائص كبيره في هذا المجال في انتظار بناء انجاز المدينه الرياضيه اللي غتكون في مجاوره لغابه ديال الكروطه واللي غتكون على المساحه ديال 9 هكتارات اللي فيها ان شاء الله عده مرافق رياضيه من 11 ملعب قرب وقاعه مغطاه ومسبح سمي اولمبيك وقاعه مغطاه كما قلت لكم وملعب كره القدم في المواصفات الكبيره. هذا المشروع اللي تا هو كننتظروا باش ينجز، كننتظروا باش جمع توفير الماليه ديالو والشراكه من بحث على الشركاء من اجل انجاز هذا المرفق اللي يلبي حاجيات والطلبات ديال الساكنه ديال النصر. وهاد المرافق الرياضيه كتدخل في اطار السياسه ديال الجماعه، وهي لان الجماعه الحمد لله كاين 11 ملعب قرب، دابا اللي تزادوا ولاو عندنا 13 ملعب، وبالتالي هاد السياسه ديال الجماعه كانت كنا دايرين كل تقريبا كل دوار وكل تجمع سكاني يكون في دوار. كان عندنا المشكله ديال النصر، احنا غاديين في توفير هاد المرفق الرياضي اللي ان شاء الله يكون في راه كما كتشوفوا تنجز في مواصفات عاليه اللي ان شاء الله غيلبي الطلبات ديال الاطفال والرياضيين بصفه عامه. شحال هادي كنا كنلعبوا في الشوارع مناطق فيها الناس، كنا ضربوا السيارات مشاكل ناس كيجريو علينا، اما دابا الحمد لله كنبغيو نشكروا جميع الطواقم اللي صنعوا التيران وشرفوا علينا باش نلعبوا هنايا وفرحونا الزملاء هما يحافظوا على المرافق هذه. نعم، وكنبغي
نوجه رساله لاصحابي واصدقائي باش يحافظوا على التيران وما يوسخوش باش حنا نبقاو نلعبوا دائما. السلام مع عبد الرحمن العيمه. كنا كنلعبوا غير الزنقه وكانوا كيجيونا الطوموبيلات كيفضلوا علينا الكواضي وكانوا كيشدوا علينا الناس. دابا جينا المركب غن شنو المطلوب دابا هو تحافظوا عليه؟ غنحافظوا على التيران وان شاء الله وغنلعبوا فيه. اذا هنا كتلعبوا في امان بخير كلشي مزيان. كلشي بخير. جمعيه اجيال عين تياب النصر فيكتوريا.